مزمن للرفاع. الأحد كلمنا يوم الرفاع عن ثلاثة صاد: صوم وصلاة وصدقة. كأن الكنيسة رسمت نبتدي بالحاجات دي في الصيام. صيام من غير صوم ما ينفعش، وصيام من غير صلاة ما يشتغلش، وصيام من غير صدقة يبقى لسه القلب متحجر وقاسي. في الأسبوع الأول في الأحد الأول تكلم عن الأحد الكنوز: اكنزوا لكم كنوزا حيث لا يفسد سارق ولا سوس ولا ينقب سارق ولا يكون صدع. الصدى بيجي من جوايا والسوس بيجي من بره، وفي الاتنين بخسر لأن السارق بيجي يشيل كل حاجة. فربنا علمنا والكنيسة علمتنا نبتدي بالصوم والصلاة والصدقة، وما نخافش على الصدقة لأن فلوسنا دي اللي احنا شايلينها في السماء بالصدقة لا يستطيع سارق أن يسرق أو سوس أن ينقب ولا صدى، لأن ما فيش صدى هناك. وتنقلنا الكنيسة بتعليم أجمل كل مرة، بتوقفنا في محطة وتنقلنا المكان أعلى. في البداية قالت لك وانت صايم ما ينفعش ما تصومش عن اللسان، وما ينفعش انك تغسل قلب، ما ينفعش انك تصوم من غير ما تغسل قلبك، وما ينفعش انك تصوم من غير ما تساعد اخواتك المحتاجين. وبعدين قالت لنا في المحطة التانية: خد بالك وانت صايم اكنس في السماء، اصل احنا مش بتوع الارض، احنا ملناش حاجة هنا. عشان كده حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. كده انقل كده حالتك لفوق، انقل فلوسك للسماء، انقل كل اللي عندك عند ربنا عشان تكافئ مكافأة عظيمة. اعطي عشان تنقل، لما بتدي بتنقل، لما بتصلي بتفتح بتكون زيت، بتحوش زيت في مصباحك، ولما تصوم وتصلي وتصدق تقدر تحلق في السماء تبقى طاير لفوق، ملكش نظرة في الارض لان احنا مش عايزين الارض ابدا. ويجي النهاردة في الاحد التاني من الصيام يقول لنا خدوا بالكم وانتوا بتعملوا كل ده صوم وصلاة وصدقة وانتوا ما بتكنزوش للارض، يجي المجرب اللي عايز يجيبك للارض يقول لك تعال انا هلعب معاك شوية. المجرب اللي عايز اتجاهك ما يبقاش ناحية السماء يربح دفك للارض، كل فكرك ارضي هو عايز كده، كل تحويشتك في الارض هو عايز كده، كل شهوتك للارض هو عاوز كده. اصل هو يوم من الايام هذا الملاك كان رئيس ملائكة يوم من الايام، وبعدين جات له فكرة ان انا اتزمر على ربنا. هو شمعنا ربنا اللي يسجدوا له يعني؟ شمعنا يعني وانا ما يسجدوا ليش؟ ليه ما انا ملاك؟ وابتدت تخش خطية الكبرياء فيه. جزء من حرب النهاردة، جزء مش صدقوني مش حرب النهاردة بس، ده جزء بحاربنا طول حياتنا. بس المسيح النهاردة له المجد بنور لك سكة، بقول لك في الصيام هتتحارب. انت ممكن تتحارب في الايام العادية انما في الصيام تتحارب اكتر. الشيطان النهاردة قال لنفسه مرة من المرات، قال لنفسه مرة من المرات، قال لنفسه انا ليه ما اصرش مثل العلي، بص للسماء كده وانا ما بقاش زي ربنا ليه؟ فسقط، فسقط الشيطان وصار شيطانا في الهاوية، وعايز بقى يجيب رجل كل واحد بيعلى، كل واحد بيطلع لفوق يقول له لا حبيبي ما تطلعش اكتر مني، انزل معايا. العاقل الانسان الذي يبني بيته على الصخر يقول له لا حبيبي ماليش دعوة بالارض، الارض منتهية ومتسابة، ما اقدرش اجي هنا،
ما اقدرش ابص لها، اصل لو بصيت لها عينها تيجي في الهاوية، والهاوية دي مظلمة، وانا ما اشتغلش في الهاوية ابدا. انا ابويا يوم من الايام نزل من السماء عشان يطلعني من الهاوية دي. ابويا اللي بيحبني يوم من الايام رفعني رفعة جميلة وجابني من الهاوية وقال لي تعالى هصيرك ابن معايا تقعد في السماء. اجلسنا في السماويات. العاقل اللي فينا اللي بنى بيته على الصخر، اللي شايف السماء يقول له حبيب السكة بتاعتي وبتاعتك مختلفة، هتحاربني هتقدر تحاربني هقدر اصدك. واحد يقف يقول طب ما هو ربنا بيتحارب عشان هو ربنا وبيتجرب عشان هو ربنا. ان يقول لا يا حبيبي، لما ربنا تجرب كان صايم زيك، والكتاب بيقول عنه جاع اخيرا. يعني احنا الاثنين بنجوع زي بعض، بس هو ما اشتهاش الاكل، لم يشتهي ان ياكل وانا بشتهي. انا مش بنقول ما ناكلش، بس ما بنقولش نخلي الشهوة تغلب علينا لدرجة ما نقدرش نقوم نقول له يا رب ما تخليش الشهوة تغلب عليك. عشان كده يوم من الايام لما المسيح اتعمد اقتيد، الكتاب بيقول كده، قاده الروح الى البرية، وهناك ابتدى يجرب. يعني في كل لحظات حياتي الحلوة الشيطان مش هيسيبني فيها حلو ابدا. الواحد احيانا مننا الاب او الام او الشاب او الشابة بعد المناولة ما تحلاش الخناقة الا بعد المناولة، وما يحلاش التذمر غير بعد ما نخرج من الكنيسة. والشيطان مستنيك برا، ما هو مش سايبك، الشيطان مستنيك برا مش هيسيبك، هيحاربك. اصله لحظة من اللحظات انت سبته بقيت مع ربنا، هو مش عايزك تكمل مع ربنا، بيقول لك لا انا هحاربك. بس الشاطر فينا اللي يغلب. من الشاطر؟ الشاطر الذي يقتاد بالروح. الجميل فينا اللي يبقى الروح القدس ممشيه، يقتاد بالروح، انا ماشي الروح قيدني. عشان كده في ترنيمة زمان كانت بتقول ايه، ترنيمة قديمة الكبار اللي فيكم يسمعوها ويعرفوها، حيث قادني اسيره. مين؟ الروح وربنا. اسير مطرح ما تقودني يا رب. الترنيمة بتقول ولو الى جثيماني حتى في الهلاك والتعب همشي مع ربنا. اصل وانا مع ربنا في جثيماني وانا بتجرب وانا بتألم هو شايل، مش انا اللي شايل، ربنا اللي رافع. انا بيتهيألي ان انا شايل الهم وتعبان ومش قادر، ابدا ده متهيألك، لان بضعفنا البشر يتهيأ لنا كده. انما وانت مقتاد بالروح ربنا اللي بيشغلك، ربنا بيقول لك استنى حبيبي اركن انت شوية وانا اللي هشتغل عنك. اركن انت شوية، اشكرك انك جيت، اشكرك انك اشتغلت معايا، اشكرك انك سمعت للروح الشغال فيك وجتني. عشان كده وانت مقتاد بالروح المسيح بيشتغل، وانت مقتاد بالروح المسيح مش بيسيبك ابدا، وانت مقتاد بالروحك في عز تجربتك ربنا مش بيسيبك. وتبتدي تهلل مع ايوب الصديق وتقول له بسمع الاذن سمعت عنك والان رأتك عيناي، شفتك بودان، سمعتك بودان كتير، سمعت وصية كتير، بس لما ابتديت اتعامل معاك يا رب ابتديت اشوفك بعيني. اللي حصل النهاردة كده، اللي حصل بالضبط. المسيح يقتاد بالروح للبرية، يقعد في البرية يصوم 40 يوم ويجرب من ابليس. قبل نهاية 40 كان في تجارب صغيرة طبعا، الشيطان مش سايب المسيح، شغال معاه. طول ما انت بتصلي الشيطان بنخرب، وطول ما انت مع ربنا الشيطان بنخرب. بس انت حافظ حاجة جميلة حفظتها زمان من ايام المعمودية، ايه هي؟ اذهب عني
يا شيطان. مين فينا بيقول له كده؟ مين فينا لما بيجي له فكر مش كويس يذبذبه وخليه مشاكشوش ويقول له اذهب عني يا شيطان؟ اصل زمان في المعمودية وقفنا كلنا والاشبين بتاعنا رفع ايده اليمين وعاهد ربنا وجحد الشيطان وقال له اجحدك ايها الشيطان وكل اعمالك. لما يجي النهاردة يحب نخرب قوله لا حبيبي، ده في عهد قديم، في حاجة قديمة، في عقد قديم بينه وبين ربنا، عقد ما يتفسخش، ما ينفعش يتفسخ، عهد بينه وبين ربنا. انا خدت عهد بينه وبين ربنا وقلت للشيطان اذهب عني، ما ينفعش تجيني دلوقتي، الوقت اتأخر خلاص، عشان كده هغلب. بهذا نغلب. بهذا مين؟ بالروح القدس اللي فيك، بالروح القدس اللي شغال فيك. النهاردة بولس الرسول في الإبراكسيس اللي تقرأ حاولوا معاه كتير. بولس الرسول زمان قبل ما يجي للمسيح وقبل ما يظهر له المسيح ويقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل، كان ملك، كان ملك كبير قوي بيطيد المسيحيين وعذبهم ومية مية، ما كانش حد يقدر يجرؤ يبص عليه، ما كانش حد يجرؤ يجي ناحيته ويكلمه، ما كانش كان يخاف، كانت الناس كلها تخاف منه. انما بعد ما جه للمسيح الدنيا اتغيرت، بعد ما جه للمسيح الحاله اتغيرت، يضربوك وماله، ده قال لهم انتم بتحزنوا عشان انا مربوط؟ ابدا، ده انا مستعد ان اموت ايضا من اجل المسيح. والمسيح يكلمه ويقول له النهارده ايه، انت تعبت في البلد دي؟ لا، ده انا هنقلك بلد تانيه تتعب اكتر عشان تبشر باسمي. وانت لما الناس تشاور عليك انك مسيحي تزعل؟ لما الناس تقول عليك الراجل ده مسيحي بيقول كلمة ربنا تزعل ليه؟ ما تخافش، ما تخافش، ده اللي حرسك هيفضل يحرسك. ده بولس الرسول ما سابوش. الرسول مرة من المرات ضربوه ضربة موت ورموه برا، رموه خلاص، تلاميذه جم يشيلوه ميت، وقف كده بعد ما طببوه تلاميذه وابتدى ياخد نفسه ويقول لهم حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. هي دي التجربة اللي بتدي لك القوة، لان في التجربة ربنا مش بيسيبك. الشيطان يجي للمسيح النهاردة ويقول له هدربك، ما تسيب حكاية الصليب دي، ما تنساها يا راجل. صليب ايه بقى؟ صليب ايه؟ تعالى خليك في كبرياء عشان الناس تفرح بيك كده، وانت بترمي نفسك من فوق وانت بتحول الاكل الحجارة الاكل لعيش. قل له لا يا حبيبي، مش دي الشغلانة اللي انا جاي لها، مش دي الشغلانة اللي انا بكلم بها اولادي، مش دي الحاجة اللي تبهر اولادي فيا. اللي يبهر اولادي فيا العطاء، اللي يبهر اولادي فيا ابقى زيهم مخلى الخطية، اللي يبهر ولادي فيا ان انا اموت علشانهم عشان انقذهم ونترفع كلنا للسماء. انا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. ده اللي عامله ربنا. انما اكل ايه وشرب ايه؟ يا مشغول بالاكل، يا مشغول بالاكل، الاكل هيعمل لك ايه؟ ده ناكل ونشرب زي ما قال الكتاب لاننا غدا نموت. اول حاجه في الحرب النهارده كانت حرب احتياجات، حرب احتياجات، الجسد واكله واللي احنا بندور عليه والفلوس والعيشه ومش لاقيين والكفاح والجهاد والغلبان يقع واللي عنده عايز اكتر واللي عنده اكتر عايز يزيد. الدنيا مش شبعانه، حرب جهاد، حرب احتياج، كلنا بنتحارب بيها، حرب احتياج. انما المسيح، سيد المسيح له المجد، جه ادم زمان، ادم زمان اتحارب في الجنه واتطرد للبريه. شوفوا المعادله دي، ادم الشيطان حاربه في الجنه واتطرد للبريه، قال له نسل المراه يسحق راس الحيه ملكش هنا قاعده، يلا حبيبي، اتطرد للبرية. فيبتدي ادم الثاني، ادم الثاني له المجد يسوع المسيح، صلح الموقف، يبتدي من البرية عشان يرجعنا تاني للفردوس المفقود. شوفوا جمال ربنا وحلاوته،
شوف جمال ربنا وحلاوته في اللي بيعمله معاك. انا اضطربت زمان انا وجد الكبير ادم من الجنة والفردوس واتقفلوا في وشي وقف كروبين من نار يحرس شجرة الحياة عشان ما ناكلش ونعيش في خطية الى الابد. ويجي ادم التاني اللي جاي يصلح الصورة الاولى يعمل ايه؟ يقول لا ده انا هبتدي من البرية اتحارب من البرية عشان انتصر فيها بيك او انتصر فيها معاك وارفعك وارجعك تاني للفردوس اللي فقدته. جميل يا رب، جميل في كل عملك، كل حاجتك يا رب بحكمة صنعت. واحنا نتعلم بس، ولما نتعلم نوقن ونثق في تعلمنا في الكتاب اللي بيقوله لنا الكتاب نثق ونؤمن. اول حرب كانت حرب احتياج، يا ما ناس احتاجت زمان وقعت، لان اللي بيحتاج من غير ما يبص لربنا هو يدي له احتياج ويقع. ده زمان داود النبي العظيم في فترة راحته احتاج يتمشى يتفسح، وفي الفسحة دي ربنا بعد او بعد ربنا عنه شوية. كلنا بنتفسح ويجي واحد يقول معلش يا ابونا اصلا انا رايح رحلة في الحتة دي، اصل الحتة الفلانية بس اسمح لنا في الرحلة دي نعمل كده مش عارف ايه وايه وايه. ليه يا حبيبي؟ ليه نعمل كده؟ داود النبي لما عمل كده وقع. عملت ايه يا داود؟ قال انا يوم من الايام ريحت شويتين ثلاثة، كنت نايم وبعدين قمت اتمشيت عايز اتفسح وشفت منظر مش حلو، اصريت ان انا اغلط. اصريت ليه يا داود؟ اصلا اديت ربنا اجازة مني وقعت. احتياج. ويجي الواحد يقول اصلا انا محتاج حب، وفين حب ربنا حبيبي؟ فين حب ولادنا؟ لما يجي الولد او البنت تقول اصلا انا بحبه وحبيت ربنا قد ايه؟ طب ما تحب بس شوف السكة الصح. نحب بس نشوف السكة اللي توصلنا لربنا من خلال هذا الحب، لان الحب اللي ما وصلش ربنا يبقى طريق باطل ما ينفعش. احتياج. وانت يا ابونا ابراهيم ده انت تركت ارضك وعشرتك ومشيت مع ربنا. قال بس كان نفسي في حتة ولد، كان نفسي في حتة ولد وربنا قال لي هديك بس اتأخر عليا. ومصارة تقول له ايه؟ احتياج. ما تاخد هاجر، ما تخش على هاجر كده وتجيب لك حتة عيل. ويفضل اسماعيل ده وجع دماغ لابراهيم مسمار في راسه طول الوقت. احتياج. يوم من الايام يعقوب ابو الاباء احتياج سمع ابوه هيدي البركة لاخوه يسوع بالتدليس يجري عشان هو اللي يجيب هو اللي يلبس هو يضحك على ابوه واخوه ويتذلل 20 سنة لغاية لما ينقى قلبه ويرجع تاني يعقوب. احتياج. الاحتياج بودينا فين؟ الاحتياج اللي مفيهوش ربنا مش هيوصلنا لحاجة، مش هيوصلنا ابدا. ونسينا يوم من الايام، نسينا موسى اللي السماء نزلت اكل سماوي اكلته 40 سنة هو واللي معاه. ونسينا في الاحتياج ان ربنا يعطينا اكثر مما نستحق او نطلب. ونسينا في الاحتياج ايليا اللي مرة من المرات كان غربان بتعوله، ومرة من المرات اكل من خبز الست اللي ربنا بارك فيه. خبز الزيت، شوية الزيت وكوار الدقيق ما يفرغوش ابدا. بننسى كل ده، بننسى وبنبص لاحتياج العشاء والاكل والشقة والبيت والدنيا، بننسى. احتياج. حرب اولى، كل هذه الحجارة ان تصير خبزا. وبعدين يعني ما انا اقدر اعمل كده، بس مش هي دي الحكاية. ما انت هتشوف التجربة وتنساها، انما لما يعيش ربنا في قلبك مش ممكن تنسى ابدا. تعال للحرب التانية، يقول لك طب ما انا هاخدك على مكان عالي، اخدك على مكان عالي واقول لك خد بالك الحاجة دي كلها تبقى ليك. ايه ده؟ ايه الموضوع ده؟ لك اعطي هذا السلطان. حرب كبرياء، يرفعك فوق ويقول لك وقف بس هنا،
لك أعطي هذا السلطان. سلطان إيه حبيبي؟ وأنت عندك سلطان، ده أنت باسم الصليب تجري من قدامي، ده أنت باسم رب الجنود تتحرق ما تكونش سلطان. أنت مالكش سلطان، لو لك سلطان أنت سلطانك على الهوى بس في الأرض، والأرض وما فيها كله بطير، أنت لك سلطان فين؟ عشان كده الحرب الأولى دي حرب الناس النساك، حرب الأكل والشرب النساك، والحرب التانية حرب الخدام، الخادم اللي عايز يبقى فوق قوي، أنا فوق، أنا فوق الناس دي، ده أنا خادم، ونسي إن الخادم خدام يخدم تحت رجلين الناس. المسيح يوم علمنا الخدمة نزل تحت أرجل التلاميذ وغسلها، هي دي الخدمة. حرب تشكيك يشككك، يقول لك تعالى أعطيك كل الممالك، وبعدين أخويا تبقى تعملني تديني سلطان العالم، مش هيزول، مش هيفضل، هيزول. يحاربك بكبرياء قم تسقط، يحاربك بكبرياء قم تتكسر. يا ما ناس اتحاربت بكبرياء ووقعت، يا ما ناس فكرت في حاجة وسقطت، يا ما زي الشيطان اللي اتكلمنا عليه، حرب تشكيك يجي شككك، يقول لك يا اخي يا اخي معقولة ربنا يعني يقول لك حبوا بعضكم بعضا والكلمة دي تتصدق؟ اما الفلان اللي عمل فيك سحب منك ترقيتك وخدها هو، وفلان اللي عمل فيك في شغلك خلاك رحت مكان تاني وانت كنت مرتاح في المكان الاولاني، وفلان اللي قفلت في وشك الباب ويسأل فيك تشكيك، يقول لك في الاخر تقول حبوا بعضكم بعضا، ايه ده انتوا ايه انتوا ما بتاخدوش بالكم من الكلام؟ قوم المسيح يقول لك حبيبي انا بقول لك حب عشان تكسب حياة ابدية، انا مش بقول لك حب عشان تحب على الارض بس، اصل المحبة دي لها تمن، تاج ومجد واكليل، انا بقول لك حب عشان تعيش الوصية، عشان لما يجي الشيطان يحاربك تقول لا يا حبيبي مكتوب ما ينفعش تحاربني لان انا حافظ الوصية. مش حافظ الوصية بس، ده انا حافظ الوصية واعرف انفذها كويس. يجي الحرب الثالثة، الحرب دي الحرب الثالثة حرب القنية، حرب القنية كلنا عايزين نقتني، اعطيك ممالك هذه العالم كلها اديها لك، صدقني يا اخي كلها بتاعتك. ويجي واحد من صحابك ولا اصدقائك ولا يقول لك تعالى بس يا راجل، يا عم ما يهمكش بس اعمل كده وتمشي الدنيا، ما كله بيعمل كده. وبعدين بس في تركة يا صغيرة، في حتة ما يصحش نقع فيها، يقول لك اعطيك ماشي، وبعدين انخررت وسجدت لي. يا صعب قوي، صعب قوي اطيع الشيطان بعد ما جحدته، صعب قوي اقول له همشي معاك اديني، لان يوم من الايام ادم اكل من ايد ربنا واضطرب من اكل من ايد الشيطان واضطرب منه. يوم ما كان بياكل من ايد ربنا كان عايش في الجنة، وكانت كل حاجة وكل وحوش الجنة معاه تحت رجله، انما لما وقع واضطرد الكل ابتدى يزمجر عليه. عشان كده وانت بتاكل من ايد ربنا مش هتحتاج، وانت بتاكل من ايد ربنا وتاخد من ايده مش ممكن ابدا الشيطان يغلبك. عشان كده لما يقول لك اعطيك هذه الممالك تقول له انت عندك ايه يا عمي؟ انت ما عندكش حاجه، ده انت غلبان، انت منفوخ بس، انت رئيس سلطان هذا الهواء، والهواء ده ما يمثلناش حاجه، انت غلبان، مش ممكن اخد من ايد الشيطان، عشان الكتاب يقول تسجد انخررت وسجدت لي. حاسب تكسر الوصية يبقى بتخر وتسجد للشيطان، ما هو يا ربنا وتحفظ وصيته يا الشيطان يكسرها وتسجد له. اختار حاجة، يا تمشي مع ربنا في الأمان حتى لو الطريق كرب، حتى لو الطريق صعب، حتى لو في جثيماني والجلجسة، بس في الآخر هيوصلك للنصرة بعد الصليب، هيوصلك للنصرة والقيامة والفرح. إنما التاني بعد عنكم سكة ممكن تكون حلوة بس نهايتها مظلمة وكرب. المسيح النهاردة بحذرنا من الشيطان، بيقول أنا انتصرت، خشوا فيا عشان تنتصروا زيي.
لنا فكر المسيح، أما نحن لنا فكر المسيح. لو كان ليك فكرك ربنا هتعيش زيه. ربنا يعطينا ان احنا نعيش حياة تمجد اسم المسيح. هنتجرب هنتحارب بس استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. لله المجد من الآن.